قد يقول البعض، وقال لي الشيخ خالد جزاه الله خير، قال ممكن يعني يكون هذا المجلس يعني في بعضهم طلاب علم وبعضهم عوام وبعض، لماذا نتكلم عن الدعاة في هذا المجلس؟ كل واحد منا هو داعي إلى الله، شام أبا. والله الآن يا شيخ عندما يسافر مسلم إلى بلاد الكفر، كفار ينظر إليه أنه هذا مسلم، هم لا يعنيهم هذا طالب علم، هذا عالم، هذا عامي، هذا يمثل عندهم الإسلام، فينظر إليه. إيش يصنع؟ يشرب خمر، نساء، يكذب، يغش، يصلي أو لا؟ والله في بعض الدول يعمل في المصنع مسلمين وغير مسلمين، هذه المرأة مسؤولة عن المصنع تراقب المسلمين، اللي يصلي هذا معناه موظف منضبط، اللي يصلي مع أنه يصلي أحيانا لا يوجد وقت في أوروبا، أنت تعرف في المصانع وكذا، اللي يصلي تعرف أن هذا عامل منضبط. في فرنسا اليهود يعين عندهم من؟ مسلمين، خاصة في الذبح، الأماكن اللي يذبحوا فيها اليهود، اليهود عندهم تنطع كبير جدا في الذبح، ولا يعين في الذبح إلا مسلم في الشركة. لماذا؟ لأنه يعرف أن المسلم يتحرى أنه يذبح لا يقتل، لأن الكافر ممكن لا يبالي بهذا، وهو متشدد أصلا اليهودي، فيعين هذا المسلم. فخاصة اليوم نحن الآن بهذه الوسائل، بهذه الوسائل ولله الحمد يعني نستطيع، تستطيع اليوم أن تدعو من بيتك، ما عندنا عذر أبدا، حتى طلب علم ما عندنا عذر الآن لطلب العلم للدعوة لكذا، لكن المشكلة أن نستغل هذه الوسائل في أحيانا في محاربة الدعوة، والله أحيانا، لأنه ينشر مقاطع لأهل الباطل، للرافضة مثلا ينشر مقطع للرافضة. طيب المشاهدات لو تنظر الآن عندنا في الوقت الحاضر الآن فيه من تكلم عن البخاري، تمام، وفي من رد على هذا الذي تكلم عن البخاري، تعال المشاهدات تنظر المشاهدات في من تكلم في البخاري ملايين، من هم؟ نحن والله، وهذا اللي رد لا أحد يطالع، حتى عندما يفتح الشباب يفتح المقطع، المقطع فيه الكلام والرد، كلام الأول ورد الثاني، الشباب ما يطالعوا إلا كلام الأول، ما يطالعوا رد الثاني، وبهذا انتشر الباطل وحصل لهذا مشاهدات. وأنتم ممكن يعرف أصحاب الخبرة في هذه الأجهزة أنه هذا يعتمد على المشاهدات لديه، نعم صحيح. فلا بد أن نعتني بهذا الباب، باب الدعوة، شئنا أم أبينا.